وفاة أكثر من 40 شخصا وإصابة 14 آخرين في حريق شب صباح الأحد في كنيسة أبو سيفين في منطقة مطار بابا شمال محافظة الجيزة. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر أعلنت في بيان أن الحريق شب أثناء قداس ديني، موضحة أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاجات. النائب العام في مصر أمر بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة حريق الكنيسة. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية أن فروق الحماية المدنية سيطرت على الحريق وتمكنت من إجلاء الضحايا، موضحة في بيان أن الحريق شب في الدور الثاني بمبنى الكنيسة والذي يضم عددا من قاعات الدروس نتيجة تماس كهربائي، ما أدى لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالة الإصابة والوفيات. وذكر البيان أن 3 من عناصر الحماية المدنية أصيبوا خلال محاولة السيطرة على الحريق. الدور الرابع في الكنيسة كان مولع، ففي أطفال في الحضانة، والنهاردة كان قداس، في بعد 4 أيام ولا كم يوم عيد، احنا فوق الصيام أساسا. دي مش عارف لمسكة وربع حصل ولا ايه اللي حصل، ففي أطفال فوق والناس كبيرة، لحينا اللي لحيناه وملحيناش اللي لحيناه. بنبص فوق في السماء لقينا كل الجو رماد بسواد من فوق، بدل ما سماء بيضة لا ده سواد سواد. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه الأجهزة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل فوري وتقديم كافة وجوه الرعاية الصحية للمصابين.